الكنافه بالفواكه مثلا. دائما كناخذوا كميه ديال الكنافه اللي بغينا كنبسبسوها بالزبده والزيت، كناخذوا اي مول عندنا على حسب الرغبه، كان اي مول سيليكون او مول الحديد من على حسب الرغبه، كنحاولوا نملؤهم وكنديروا من الفوق خطوط ديال ابيض البيض باش تشد الفورمه ديالها من الفوق. وكندخلوها الطيب، ملي كطيب تنخرجوها كنسقيوها بالعسل، كنزينها بالفوق بالكيوي مجفف، اناناس، مشماش، اي فاكهه هي معسله او مجففه، كنقطعوهم صغار كنحاولوا نديروهم من فوق هذيك الكنافه، وكنديروا لي بيبي شوكولا من الفوق ولا خطوط ديال الشوكولا. واخا الله يعطيك الصحة، هذا يعني الكنافة حتى هي مقبولة بزاف يعني فيها مؤخرا، يعني تبارك الله المغربيات صبحوا كيخدموا بها وكتجي سهلة وكتعطي منظر بريستيج صراحة، وخاصة وأنه تبارك الله واخا يعني هذا الاقتراح ديال الكنافة عند المشارقة وعندهم ربما وصفة ولا جوج باش كيديروا بها، ولكن تبارك الله يعني المغربيات نوعوا فيها يعني لا في المالح ولا في الحلو ولا كيفاش دخلوا عليها المكسرات، يعني تبارك الله ما شاء الله عليكم الله يعطيكم الصحة، لأنه فعلا بدعتوا في الكنافة وماشي غير تبارك الله، يعني بزاف الاقتراحات اللي كيكونوا يعني عالميين وكديروا لهم اللمسة المغربية وكيجيو ممتازين لدرجة أنه حتى الأشخاص اللي صحاب الوصفه يعني في 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 بلدان اخرين كيتفاجئوا ملي كيعرفوا بانه مثلا راه واش كتليق في هذا يعني في هذا المذاق، واش كتليق يعني كيوليو حنا كنعطيوهم افكار. لا هي بالنسبه للكنافه يعني انا كنفضل ان ندهن بالزبده والزيت وما نزيدش على ابيض البيض في ديك اللحظه حتى كنقادها للسيليكون اولا ليمو ديالي، عاد كندير خطوط ديال ابيض البيض باش غير كتشد الفورمه ديالها من الفوق. واخا اي باش ما تعجنش ليهم. تبارك الله عليك سناء، تفضلي لنا.